مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم برنامج ديوان الصحافه. راح نتناول معكم مشاهدينا الكرام اهم وعناوين وابرز عناوين واخبار جرائدنا الصادره ليوم الاثنين. اليوم مشاهدينا الكرام لا زالت صحفنا المحليه يمكن اغلب عناوينها واخبارها تعلق طبعا بالانتخابات والاستعدادات المبكره للانتخابات. من أبرز الأمور اللي شفتها اليوم تقريبا موجود في أكثر من صحيفة وليس جميع الصحف المحلية هو يعني الانتظار لما يسر عليه اجتماع مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم يبدو أن على جدول أعماله يعني موضوع مهم جدا وهو بعض المرشحين الذين عليهم بعض أه أه الأحكام القضائية وبالتالي سيتخذ مجلس الوزراء قرارا بشطب أو برفض قبول ترشيح أولئك النواب واعتقد ان هذا الامر سيعني سيجعل من فترة الانتخابات الحالية فترة سيدخلنا الى فترة السخونة بعد الركود المستمر يعني نوعا ما ليصبح نوعا ما كذلك ممل اكثر من اللازم وبالتالي هناك مرشحين يعني بعض تقول بان من ضمن المرشحين مهددين بالشط النائب خالد ميثير وفيصل المسلم ومحمد الجويهل كما تقول بعض الصحفنا وليس الكل وبالتالي لكن يبدو بعض الصحف ذكرت هذه الاسماء وبعض الصحف يعني ذكرت الاسماء مبهمه لم يحدد من من النواب اللي هناك كتاب من وزاره العدل لشطب اسماء كما تقول صحفنا المحليه. اذا واضح مشاهدينا الاعزاء اعتقد ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم راح يكون اجتماع مهم اذا ما اتخذ قرار بناء على كتاب وزاره العدل بشطب بعض بعض المرشحين. اذا تم هذا الامر اعتقد راح تكون الانتخابات السنه هذه فيها يعني سخونه وفيها يعني راح نشوف بعض التصريحات النارية والاتهامات وقد تتطور الامور لاكثر من هذا الواقع المتوقع بالتالي مشاهدي الكرام هذا يمكن من ضمن ابرز عناوين طبعا بقيه العناوين في صحفنا لا زالت تتعلق بالتحالفات والتحليلات والسيناريوهات المتوقعه لانتخابات مجلس الامه وكذلك بعض التصريحات المرشحين هنا وهناك، بالتالي هذا الموضوع اعتقد يعني يمكن راح نشوف بعد قليل مكرر يوميا منذ ان بدانا بالعمليه الانتخابيه او الاستعداد للانتخابات. هذا بالنسبه للشان الانتخابات، هناك موضوع اخر اليوم كذلك بارز في صحفنا المحليه وهو يتعلق في حقل الدره. وهو حقل الغاز الذي طبعا تمتلك الكويت به نسبه كبيره جدا اليوم قامت ايران بالانتاج في والعمل في هذا الحقل واللي هو طبعا نسبه كبيره تملك به الكويت والايرانيين يقولون يعني سنعمل على منفردين واذا ما وافقتم على دبلوماسيتنا الكويت راح نستمر بهذا الانتاج ويبدو ان سياسه ايران تتخذ سياسه لي الذراع تجاه الكويت من خلال يعني الأمر الواقع وهو إما قبول بطريقتنا ودبلوماسيتنا وأفكارنا طرحنا على الكويتيين أو أن راح خلاص بدأنا رسميا الفعل بموضوع يعني الانتاج في هذا الحقل ويعني يبدو هذا الموضوع مشاهدي الكرام أن هناك ردود أفعال من الجانب الكويتي راح نشوف بعد قليل بعض التصريحات اللي رفضت هذا العمل المفرد من إيران وأعتقد أن هناك أساليب أكثر دبلوماسية قد تلجأ إليها الكويت مستقبلا للحفاظ على حقوقها طبعا في هذا الحقل وهي حقوق دولية مرسخة لدى الأمم المتحدة ولدينا أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة ممكن أن الكويت تستطيع أن تفرض يعني أن تطالب بحقها وتفرض يعني وجهة نظرها في هذا الموضوع عموما هذا الموضوع من أبرز المواضيع الثانية أعتقد أنه مهم وراح نناقشها بعد قليل هذا مشاهدينا الكرام باختصار لأهم عناوين صحفنا المحلية خلونا نذهب مباشرة للشاهد ونشوف عناوينها الرئيسية اليوم الاثنين الشاهد اليوم تنفرد بخبر في موضوع ما يتعلق في البدون تجنيد 370 عسكريا و78 ابناء الأرامل المطلقات في فبراير يعني واضح أن هناك انفراجة بإذن الله تعالى لموضوع البدون ويبدو أن هناك يعني بدأنا نشوف خطوة وخطوة وخطوة وإن شاء الله هذه الخطوة البداية لحل موضوع البدون خلينا نشوف بقية عناوين الشاهد 250 من الدفاع و 120 من الداخليه والجوازات الجديده تستعصي على التزوير، وعنوان اخر العثور على اسلحه بالقرب من محطه بنزين بالسادس كلاشينكوف ومسدس ومخازن ذخيره. عنوان اخر تجربه السلطان والعبد الجادر والطبطبائي واسيل تكشف حقيقه سياسه الكتل في دعم المرشحين اصوات القبائل والعائلات هزمت شعارات الليبراليين والاسلاميين. ازدهار اقتصادنا يتوقف عن انتاج الانتخابات الشمالي للشاهد و500 دينار سعر الصوت بالثالثه نصفها بعد الفوز في الانتخابات. عنوان اخر تحالف رباعي قبلي في الثانيه ممنوع دخول المشتبه فيهم ومجلس الوزراء يبحث شط عدد من المرشحين اصحاب القضايا اتجاه لتسميه وزيرين جديدين. واخيرا كاميرات خاصه لمراقبه تشاوريات العتبان تتوجه اليوم الى سد الديوانيات وعنوان اخر واخير لابس الصيفي بالشتاء واكله فيه النملان وطعمه المري مرشح الخامس طقوه صار الحويله ودفنوه به الطاحوس هذه تقريبا مشاهدينا الكرام ابرز عناوين جريده الشاهد ليوم الاثنين نذهب إلى الأنباء والأنباء اليوم عنوانها الرئيسي يتعلق بالأعمال الممتازة لأفراد وضباط الحرس الوطني 1500 دينار مكافآت لمنتسبي الحرس طبعا هذا للضباط والقيادات في الحرس الوطني والتفاصيل موجودة في الأنباء نشوف بقية العناوين 7000 عسكر من الأفراد يستحقون الممتازة بقيمة 400 دينار وتصرف قبل نهاية يناير الجاري والدفاع تحسم ترقيات 90 نقيبا إلى رائد خلال أسبوعين اعلان المرشحين غير منطبق عليهم الشروط قريبا وانسحاب المرشحين ونشر هواتف فاكسات الشفافيه سعر الكيلو سعر كيلو الفقع في الكويت يقارب سعر برميل النفط والكويت تنفي وجود اتفاق مع ايران لتطوير حقل الدره في الخليج العربي الكويت تجدد عقدا مع مصر لتوريد النفط ومشتقاته بثلاث مليارات و مليون ثلاث توائم كويتيين واردنيتان اوائل مواليد 2000 12. نذهب إلى جريدة أخرى مشاهدينا الأعزاء ونشوف الرأي والرأي اليوم عنوان الرئيس يتعلق بتصريحات المرشح مشاري العصيمي واللي طبعا تداول خلال الأيام الماضية بأنه يطمح إلى رئاسة مجلس الأمة أو الدخول في تنافس لرئاسة مجلس الأمة لكن يبدو أنه عن طريق الرأي ينفي هذا الأمر العصيمي للرأي لا أطمح إلى الرئاسة كما تقول الرأي نشوف بقية العناوين راى انه قد يكون للتيار الوطني نصيب وافر من مقاعد الدائره الثانيه. التحالفات والقوائم ما زالت بعيده عن المرشح الاولى. تنسيق بين البراك والخليفه وشريعان في الرابعه وتشاورية الرشايده غدا شيعه الرابعه والخامسه يوحدون اصواتهم. ليله راس السنه تجولت بين السالميه ومخيمات الصبيه. الرفاعي يرد على التهديد الايراني اقتسام الدورة لن يتم الا بالتفاوض طهران تعلن اطلاق عمليات التطوير في الحقل. الاعتبار للراي لدينا مستندات ستقلب القضيه لمصلحه حسني مبارك والتراخيص التجاريه مشروطه بموافقه مكتب غسيل الاموال. عاليا صيف للراي نامل ان يحتضن الخليج العراق حتى ينحدر جبهة إقليمية أخرى عتبت على الكويت من بوابة ميناء مبارك وأكدت أن طاقية صدام نال جزاءه ننتقل إلى صحيفة أخرى مشاهدين العزاء وعنوان الرئيسي في القبس يقول الكويت لا ترسيم للجرف من دون السعودية وهو على إيران نشوف بقية عناوين القبس طهران تلوح بإجراءات من جانب واحد بشأن حقل الدرة وعنوان اخر فرعيه عتبان الخامسه اليوم الطبطبائي يوقف المبارك الاعلام الفاسد ولا كان شريكا النيابه السنه في التحقيقات في الفرعيات. وبقيه العناوين تقريبا مشاهدينا الكرام يمكن اقتصاديا نفيسي بيتك يخرج من الازمه منيعا قويا واكثر صلابه. هذه فقط عناوين جريده القبس. نذهب إلى النهار ونشوف عناوينها الرئيسية 270 مرشحا مسجل ضدهم قضايا وطبعا مثل ما ذكرنا بين القضية اليوم هو اجتماع مجلس الإدارة اللي راح يناقش أولئك المرشحين هل سيتم شطبهم أم اعتمادهم نشوف بقية عناوين النهار بينهم عدد من النواب السابقين والحكومة تدرس اليوم تقريرا من وزارة العدل بشأنهم المال السياسي يضرب بقوة وحديث عن ثلاثة صناديق لدعم مرشحين يمولها شيوخ ومتنفذون فيصل مسلم يجب أن يكون للشعب حق في اختيار رئيس الوزراء الراشد والعبد الجادر من لديه دليل على المال السياسي فليذهب للنيابة تشاورية العتبان في الخامس اليوم وفرعية رشايدة الرابعة غدا يعني الرابعة الرابع الذكور لتنازل بقية المرشحين لصالح طنا والذايدي الداخلية مراكز الشفافية تواصل رصد المخالفات الانتخابية تشكيل اللجنه العليا لتحقيق الجنسيه والحمود رئيسا لمجلس الخدمه المدنيه والكويت تصريحات طهران حول حقل الدره مناوره سياسيه كما تقول صحيفه النهار. نذهب الى الصباح مشاهدينا الاعزاء ونشوف عناوينها الرئيسيه واللي تتعلق طبعا الجرائم الالكترونيه اسلوب الضعفاء لتشويه الديمقراطية كما تقول الصباح نشوف بقية عناوين الصباح مرشحون حذروا من إساءة العملية الانتخابية بهذا الأسلوب مطالبين وزارة الإعلام الالتزام بتعهداتها وعنوان آخر وزعت هواتف وكسات وعناوين فرق المراقبة الداخلية للناخبين ارصدوا المخالفات واتصلوا بمراكز الشفافية كرزاي سمو الأمير قائد ذو نفوذ إقليمي والاشغال افتتاح الكامل لدائرة الاول في مارس. البترول شروطنا ثابته في مشروعي الصين وفيتنام والكويتيه مميزات بالجمله طلبتنا في القاهره والارصاد الطقس يتحسن اليوم. ننتقل الى الكويتيه ونشوف عناوينها الرئيسيه والكويت اليوم عنوانها الرئيسي كتقريبا الراي، الراي عنوانها تصريح لمرشح وهو العصيمي والكويتيه كذلك عنوان الرئيسي تصريح لمرشحه هو انور الشريعان شرعان خلافات الاسره تجرنا الى المجهول واضح مشاهدينا الكرام بان يعني الصحف المحليه تفتقر للاخبار القويه جدا وبالتالي لجات الى حتى المرشحين اصبحت تصريحاتهم هي منشيتات رئيسيه وهذا ندل على شيء ندل لك ان يعني الامور هذه جدا ولا يوجد منشيتات قويه ولا توجد اخبار قويه بالتالي لجانا الى عناوين رئيسيه تكون لتصريحات مرشحين يمكن في يوم من الايام كانت هذه التصريحات حتى بالصفحات الداخلية أعتقد أه لم تكن أه لتكون داخل الصفحات الداخلية فمن باب يعني أه أولى أنها لا تكون في الصفحات أه الرئيسية عموما خلينا نشوف الكويتية ونشوف عناوينها الرئيسية الكويتية حملت هموم الكويتين بصدق ولهذا اعتبرها البعض ملكا للفهد وخمسة خمسة من أبناء الأسرة يتسارعون على ولاية العهد نبتعد عن انتقاد منهم خارج المناصب السياسية اتحاد المصارف يبحث ملف المتعثرين والدقباسي التنكيل بالسوريين يفقد بعثة المراقبين هدفها قانونيون, قانونيون يستبعدون أي أثر لقضية اقتحام المجلس حتى بعد الإدانة المجلس سيد قراراته كما تقول ننتقل إلى صحيفة الوسط ونشوف الوسط وعنوانها الرئيسي يقول 12 مقعدا هدف الكتلة الشيعية كما تقول في دار الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة نشوف بقية عناوين الوسط تكتيكات وتحالفات وتفتيت أصوات في الأولى والثانية والثالثة مراكز النزاهة والشفافية ترصد المخالفات الانتخابية كرزاي صباح الأحمد يتمتع بروح القيادة وله نفوذ إقليمي واسع العبدلي متنفذون أفراد في الأسرة يدعمون بعض المرشحين ونهج يدشن حراكة بندوة العودة للأمة أخيرا نذهب إلى جدة السياسة مشاهدي الكرام وعنوانها اليوم كذلك يتعلق في اجتماع مجلس الوزراء واللي متوقع أن يشطب بعض النواب ومن ضمنه ذكرت كما تقول السياسة فيصل المسلم والدميثير والجويهل على رأسها إميت مرشح على لوائح الشط وهي السياسة اللي ذكرت أسماء بعض المرشحين والنواب السابقين نشوف بقية عناوين السياسة 100 مرشح على لوائح الشط المسلم ودميثير والجهل على راسها والحكومه تبت بتقرير لجنه الداخلية قريبا. معركه كسر عظم بين الاسلاميين والليبراليين في الثانيه والعصيم يخلط الاوراق البنك المركزي يدقق بعمليات ماليه كبيره والداخليه عممت ارقام مراكز شفافيه تشاورية العتبان في الدائرة الخامسة اليوم وحضور بخوصة وموسى الفوز بالفوز مرتفعة